من بطل رياضي عرف بلقب الصاعقة في المملكة المتحدة إلى العقل المخطط والمدبر لأكبر عملية سطو مسلح في مصرف بعاصمة الضباب. طفولة صعبة وبداية انحراف في سن مبكرة وحلم العيش ببذخ الذي لطالما راوده لسنوات. فمن يكون هذا البطل الرياضي؟ كيف تغير مسار حياته خلال مدة قصيرة؟ وما مصيره بعد أن قام بأكبر عملية سطو مسلح في تاريخ بريطانيا؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من هذا الفيديو. لكن قبل ذلك مشاهدينا الأعزاء، يسعدنا انضمامكم لأسرة قناة دهاليز بتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب وكذلك زر الاشتراك، ونحن نعدكم دائما بالأفضل والأكثر تشويقا ومتعة. لنتابع. والبطل الرياضي المدعو إبراهيم موراي الذي ولد بتاريخ 12 من شهر نوفمبر من العام 1977 بلندن من أب مغربي ينحدر من مدينة سيدي إفني وأم إنجليزية. انتماؤه إلى حي شعبي وفقير جعله يكتشف الإجرام منذ بداية طفولته، ومع أول خطواته في المدرسة الابتدائية فقد كون علاقة صداقة مع زميلين له يبدو أنها ستعرف مسارا طويلا فيما بعد. ومع بداية سنوات مراهقته الأولى فقد كون رفقة أصدقاء له ما يعرف بعصابات الشوارع التي تتوزع أنشطتها بين تجارة المواد الغير مشروعة وحروب الشوارع مع باقي العصابات، إلى أن ألقي عليه القبض وهو لم يكمل بعد 20 عاما، ثم سجن لمدة سنة. وبعد خروجه من السجن فقد اتجه إبراهيم لموراي رفقة صديقه في المدرسة الابتدائية وشريكه في الجريمة بعد ذلك إلى ممارسة فنون القتال المختلطة أو ما يعرف بـ MMA والعراك داخل القفص أو كيج فايت، والتي تميز فيها بشكل كبير حتى أنه فاز بالعديد من الجوائز سواء على المستوى الوطني أو الدولي قبل أن يفتعل عراكا داخل أحد النوادي الليلية ويصاب على إثره بطلقة نارية كادت تؤدي بحياته لولا الألطاف الأقدار، وذلك سنة 1999. وبعد استعادته لعافيته ومستواه الرياضي فقد عمل دائما رفقة صديقه الرياضي أيضا والمدعو بول ألان وصديقين آخرين على تكوين عصابة إجرامية مسلحة مختصة في السطو المسلح، والتي وبعد تخطيط ذكي ومركز فقد قامت بأكبر عملية سطو مسلح في تاريخ بريطانيا، وذلك بعد أن نفذوا عملية سرقة استهدفت خزائن مستودع الأموال سيكوريتاس في مدينة تانبرج التابعة لمقاطعة كانت البريطانية، والتي دون إراقة نقطة دم واحدة استولى أفراد العصابة بزعامة البطل المغربي على حوالي 53 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 90 مليار سنتيم نقدا، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه استرليني من صفائح الذهب في عملية دقيقة ومحكمة والتي جرت أحداثها يوم 21 من شهر فبراير من سنة 2006. ثم عقب ذلك وقبل قدوم رجال الشرطة إلى عين الجريمة وصديقته منذ الطفولة التي أصبحت زوجته فيما بعد، قبل أن يهرب إلى هولندا ومن ثم إلى المغرب وبالضبط إلى مدينة الرباط، حيث قام إبراهيم بشراء العديد من العقارات بالإضافة إلى فيلا سكنية في أرقى أحياء المدينة. لكن يبدو أن حياة الليل كانت لا تزال تستهويه، فقد اتجه مرة أخرى إلى القمار داخل النوادي الليلية وتبذير جزء كبير من المال المحصل عليه من عملية السرقة تلك في تلك الأثناء. وخلال استقراره في المغرب وبالضبط في أواخر شهر مارس من العام 2006، فقد تواصلت مصالح الأمن المغربية من مراسلة من السلطات البريطانية والتي تفيد أن مطلوبا للعدالة بريطاني الجنسية من أصول مغربية الذي يعتبر خطيرا قد تمكن من الدخول إلى المغرب بعد أن تم تكوينه لعصابة مختصة في السطو المسلح التي استولت خلال عملية لها على أكبر مبلغ مالي في ملكية البنك الدولي البريطاني، إلى أن توصلت السلطات المغربية بإخبارية تفيد أن رجلا رياضيا بريطاني الجنسية الذي كان برفقة صديق له فتاة قد خسر خلال ليلة واحدة بأحد الكازينوهات الراقية بمدينة مراكش مبلغ 600 مليون سنتيم، كما أنه يؤدي ثمن المشروبات والعشاء بالعملة الإنجليزية الباوند،
وبعد حجز بعض الأوراق النقدية التي أدى بها من طرف إدارة الكازينو، تبين أنها تحمل نفس سلسلة الأموال التي تم اختلاسها من مستودع الأموال سيكوريتاس في المملكة المتحدة، وهو ما جعل مختلف عناصر الأمن في المغرب تستنفر وتتوجه إلى أحد المتاجر في المدينة، حيث تأكدوا أنه يتواجد هناك، ومحاصرة المعنيين بالأمر، حيث خرج إبراهيم لموراي وصديقه آلان ليجد مسدسات الشرطة مصوبة في انتظارهما، فبدأ بالمقاومة خصوصا أنهما رياضيين ويتمتعان ببنية جسمانية قوية. ورغم إصابة بعض رجال الشرطة أثاء مقاومة المطلوبين للعدالة ومحاولة إبراهيم لموراي الهرب متحدثا بالإنجليزية وطالبا من رجال الشرطة تركه وشأنه ألا يعيده إلا بريطانيا، لأنه حسب ما جاء في كلامه سيقتل هناك من قبل إحدى العصابات. ثم عندما أدرك أنه لا مفر من تسليم نفسه، فقد رمى بمجموعة من الهدايا التي كان قد اشتراها، ثم رفع يديه وهو يبتسم. وبعد علم السلطات في بريطانيا بإلقاء القبض على المطلوب للعدالة إبراهيم لموراي وشريكه في العصابة وعملية السطو المسلح بول آلان، فقد طلبت السلطات المغربية بتسليمه، لكن زوجته أوكلت محاميا ليثبت مغربيته وصحة الوثائق التي يحملها وأصوله المغربية. والذي دافع باستماتة على إمكانية محاكمته في المغرب وعدم تسليمه إلى السلطات البريطانية. وبعد العديد من المباحثات وجلسات المحاكمة التي تلتها، فقد رفضت السلطات القضائية في المغرب تسليم إبراهيم لموراي لثبوت أنه مغربي وأن أوراق ثبوت هويته المغربية صحيحة، ولكون المغرب لم يوقع على معاهدة تسليم المطلوبين من جنسية مغربية مع بريطانيا، فيما تم تسليم صديقه وشريكه في الجريمة المدعو بول آلان إلى السلطات في المملكة المتحدة ليتم الحكم عليه بـ6 سنوات وغرامة مالية. أما إبراهيم لموراي فقد تم الحجز على جميع ممتلكاته وتسليمها إلى خزينة الدولة في المغرب، فيما تم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة لا يزال يقضيها حتى الآن بأحد سجون مدينة سلا المغربية. أما صديقه فقد غادر أسوار السجن بعد انتهاء مدة عقوبته وعاد إلى التمتع بالمبالغ المتبقية بحوزته من المال، حيث رصدت عدسات الصحفيين امتلاكه لسيارات فاخرة وكذلك ملابس وساعات من ماركات عالمية، وهو ما جعل الصحافة في بريطانيا تصفه بالغبي شريك الجريمة الذي استفاد من كل شيء، فيما الذكي والعقل المدبر لا يزال يقبع في السجن وقد خسر كل شيء.